طبعا أنا صار اتصال مباشر بالكابتن عدنان درجال من كان هنا ببغداد. نعم. اتصل بي عدنان درجال وأنا أيضا اتصلت بي، يعني أكو أمور تخص الشكوى وتخص الإخوان اللي ينسجنوا، وطبعا متأسفين يعني إحنا على الوضع اللي وصل إلى العراق. فأنا تكلمت مع كابتن عدنان درجال وبكل صراحة وقلت له على مود أنا ما أكون منافق حتى بالإعلام، من راح أطلع راح أتكلم نفس الكلام اللي أنا هسه راح أقوله لك بالتليفون. جيد. فقال لي احكي لي. قلت له كابتن عدنان يعني أنت مشروعك واللي أنت جاي بي أنا أعتقد فشل قبل ما تبدي بي. أها. إيه. قلت له بصراحة. قلت له بصراحة. قال لي ليه شنو السبب؟ بحيث أنت قال لي أنت أكثر واحد تكلمت وياي بشجاعة. قال لي ليش؟ هذا الكلام هم للجمهور، أخاف الجمهور يعني ما يعرف. زين. يعني أكو جمهور يعني يجوز ما يعرف الإعلام شوية، أكو عندنا إعلام يضلل الأمور ويضلل الحقائق. شنو مصلحة الإعلام؟ أكو إعلام يضلل، لا أكو إعلام يضلل، أكو إعلام عندنا يعني مواقع، يعني أنا مو شرط إنه. أها. مواقع. إيه مواقع. مواقع. أكو مواقع مبتزة وأكو مواقع. كثير من الامور ممكن حتى نقدر نسميها بمسميات هذا اذا اقتضت الضروره. فقلت للكابتن عدنان قلت له هذا المشروع، مشروع الاصلاح ومشروع الهاي هذا مشروع وطني كل احنا نريده وكل احنا نشارك فيه. طبعا. بس ليش فشل قبل ان يبقى؟ قلت له بس انت ها ليش فشل؟ شوف عدنان درجال من قعد وقعد يمه وليد الزيدي رئيس نادي القوه الجويه، وقعد يمه الكابتن نعيم صدام، وقعد يمه اعتقد الكابتن غانم عرابي. صح. فأنا قلت له وحدة قلت له وليد الزيدي رئيس نادي القوة الجوية وصار له ما يقارب 10 سنين يعمل بالوسط الرياضي. قلت له وليد الزيدي يعني إذا أنت تقول هذا هو اللي راح يكون من ضمن عملية الإصلاح لأن قاعد يمك، قلت له فأنا أول المعادين إليك بهذه العملية. فقال ليش؟ قلت له هو نادي القوة الجوية ما يقدر يقوده، اثنين من الجماهير يسمي مدرب بالتسعة بالعشرة يقيلونه. قلت له هذا شلون تريدني أنا أثق به كنجم وأخليه يقود رياضتي؟ لا حتى قبل لا تكمل هذا الحديث ينحكي باتصال هسه جاي تحكي على الهواء مباشرة. لا ما عندي مشكلة أنا. ما وليد الزيدي يتحدث يقول لك أنا جايب 3 آسيويات ودوري. لا ما جايب 3 آسيويات هذا بحث آخر. أما الجانب الإداري اللي هو جاي يعمل به الجانب الإداري، الفريق القوة الجوية فريق كبير وإلى جمهوره وإلى مدربينه وإلى لاعبينه، مو وليد الزيدي اللي جايب 3 آسيويات. فهذا أمر طبيعي جدا. الأخ أخويا وصديقنا نعيم صدام، الكابتن نعيم صدام سبق وأن عمل بالاتحاد ل4 سنين، ما أعتقد في يوم من الأيام طلع وقال الاتحاد بهاي المشاكل. خلي يعرف الجمهور، لا حد يظل مظلل الجمهور. غانم عرابي شو ما وصلت لي. لا غانم عرابي ما الرجل ما عمل، فهذا من حقه انه ياخذ دوره. علاء كاظم رئيس نادي الطلبه ايضا بكتله المعترضين. علاء كاظم ما كان موجود يعني لا بكتله المعترضين في محكمه إيه؟ كاس. انا اعطيك الكتله إيه اوكي معنا. اوكي ها ما دام تعطيني الكتله فالكتله الكل يعرف ان هاي الكتله عملت هاي الكتله عملت وسبق وان عملت، قسم منها فشلت بالانديه وقسم من عندها فشلت مع الاتحاد. حتى الكابتن شرار حيدر، كابتن شرار حيدر 8 سنين انت بالاتحاد، ما عرفت النظام الداخلي تزوير، ما عرفت لها طلعت من الباب هسه تريد ترجع من الشباك. ما يصير يا اخي، ما يصير يا اخي. خلي جمهورنا يعرف يا اخي، لا نظل مضلليهم، لا نظل احنا نتكلم بكلام ونسوي آلهة، نطلع آلهة للرياضة العراقية وهم يدورون مصلحتهم الشخصية فوق العراق وفوق كل شيء. يعني اللي عددتهم مو مصلحين؟ لا مو مصلحين للأمانة، مو الكل مصلحين. راح تزعل، شوف راح تزعل هواي ناس. شوف نشأة أكرم، أنا أول